اهي هي دي؟ اهي قهوة عم اشرف اهي. قهوة اشرف اللي بيخبط عليها دي. ايوه. انت عارف بيخبط عليها ليه؟ مين يخبط عليها مين؟ افتحها، ما هو عامل بصمة الصباع ده كده اهو، فهي فاتحة دلوقتي اهو. طب معايا نوع نوع انا مش فاهم لنا حاجة يا عم سولو. تعال هتشرب ايه؟ معانا عاملين حلميسة مرة امان. حلمين؟ حلميسة. هو اكيد موجود اهو. أهلاً أهلاً ألف أهلاً ألف أهلاً مبروك ألف ألف مبروك أهلاً أهلاً مبروك يا رئيس والله. هنا الأستاذ أشرف حقيقي يا رئيس وحي. أنا الأستاذ أشرف فاكرني ده فاكرني بضحك عليه وأقول اتفضل أسمان اتفضل ازيك يا رئيس عامل إيه؟ مبروك يا رئيس والله. الله يبارك فيك، إيه رأيكم في القهوة؟ ألف مبروك. مشروع جميل والله. مش مصدق وإحنا جايين. الله يخليك. لا يعني أنا طول عمري لا بس شوية الحلاميسة اللي مرة تقول يا رئيس مالهمش حل. اللي هي الحلبسه يعني الحلبسة. يقصد يقول الحلبسه. هو الحمص الشام للنسان. انت مترجم النهارده؟ انا المترجم وكيل كلماته. وبعدين هي دي مش حمص الشام مبدئيا. لا والله. ايه ياسم البنات؟ لا امال ايه؟ دي اغرب حاجه هتتخيلها. فول؟ اصل ايه عامله زي الفول؟ قول تاني. قول تاني. قول تاني. فول. فول. كشري؟ ايه غير الفول؟ ايه غير الكشري؟ طعميه؟ غير الطعميه؟ كشك سجاير؟ منيلة؟ لا دي بطاطا. بطاطا؟ بطاطا بتعمل هنا يا ريس. ده زمان. بطاطا دي حاجة صعبة. ده اللي أنت عارفه، ده اللي أنت عارفه، ده كده. اللي أنا اتعودت عليه. بس عموما يعني إحنا لينا لقاء مع الناس، مع الناس اللي عاملين المشروع الحلو ده، وهنقعد معاهم ونتكلم ونشوف إيه المشروع اللي هم عاملينه. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير. صباح الخير والله المواعيد. اوعى يا ريس على عميد زمان. طبعا اوعى عليها. مش بتاع زمان لغايه دلوقتي. بس دلوقتي يا عيني ما بقتش زي الاول. لا والله زي الاول. يعني سن وسن تمشي مع 20 كيلو على ما نلاقي واحد يعني. كبرت بقى وتلاقيها عجزت. مين اللي كبرت؟ عربية البطاطا. انتوا سامعين سلمان بيقول ايه؟ يا جماعة ركزوا معايا عشان ما بقاش أنا اللي بظلمه. لا والله لا. يقول لي عربية البطاطا كبرت وعجزت. عجزت يعني حلو والله والله يا أخي حلو يا ريس والله والله كلنا التعبنا والله. والله مش هتجنجز. انا ملاحظ ان انتوا الاثنين مع بعض بقالكم فتره يعني ربنا يديم المحبه يعني. احنا قعدنا شهر في اسكندريه مع بعض انت وهو. واليوم بيعدي في ثانيه كله ضحك. احنا بنتكلم في معلومه واحده بس طول اليوم. طول اليوم بتتكلموا في معلومه. انت بتحاول تفهم المعلومه. يعني سبحان الله. يا برضو الحكايه ليها علاقه بالرزق. طبعا. والله الصاحب رزق والله. الصاحب كمان رزق. صاحب رزق طبعا. لكن انتوا الاثنين بما ان انتوا اصحاب ما فكرتوش تعملوا مشروع؟ والله بنحاول اهو بس مستنيين الورق اللي. لا مش لازم يبقى مشروع تمثيل. مشروع ايه؟ عايزنا نعمل مشروع ايه؟ قول لنا. اصل احنا ما بنفهمش حاجه غير التمثيل خلاص. لا يا راجل. والله مخنا اقفل، مخنا اقفل على تمثيل بس. مخنا حصل له ايه؟ مع ان كنا زمان. مخنا حصل له ايه والناس؟ اكسس اكسس يعني اكسد بقى زي كده. عشان يقصني الكربون يعني مفيش مخ الكربون. لا الشويه اللي في المخ يعني. طبعا يعني انا بوعد المشاهدين النهارده حلقه هنكتب الترجمه باذن الله يعني انت بقى دي الحلقه اللي فيها سب تايتل. مع ان الواحد زمان كان ممكن يشتغل نقار، يشتغل مش عارف ايه، ممكن يعمل كهرباء وتغير. يعني اشتغلت ايه غير نقاي؟ اشتغلت مطران واشتغلت هواي كهربائي. يعني شفت بس حصل لي موقف اخر مره بقى. اشتغلت كهربائي فتره؟ يعني شويه في النقلة يعني نبوظ الحاجه الاول. يعني اعمل فيها ان انا بقى هواي ونبوظ الحاجه بعد ما نبوظ الحاجه عشان اجيب الكهربائي. يعني منين؟ من العباسيه. العباسيه؟ انت جاري يعني. اشوف ليه انا ما اعرفش انت جاي. لا انا مش من العباسيه، انا جنبيك يعني من حدائق. يعني قريب حدائق القبه. حدائق القبه عندي يعني. ننزل انا احمد سعيد نلاقي الحدائق. ايوه تنزل عند احمد سعيد. مصر والسودان. مصر والسودان. نلاقي الحدائق والناس. وانت بقى جاي من عند العباسيه نفسها من الميدان.
ايوه هي العباسيه بيتقال عليها حاجه تانية برضه. بيتقال عليها يعني مشهورين بمستشفى المجانين. ايوه معروفين. يقول لك العباسيه يا عم لا رايحه منه خالص. هو ما تيجي تشاور لتاكسي بتعمله ازاي؟ بعمله والله سعيده بجد. امال ايه عباسيه؟ والله تعمل له كده التاكسي ويقف. امال ايه؟ ولا يجري؟ ده ما يقفش بيشيلك على حقوق العربيه عندك. لا يوديني سناية هشيله ولا ما يوديني سناية. طب واخر شغلانه اللي هي بتاعت الكهربائي ده انت حصل لك ايه؟ لا والله لا يعني القصه لا انا نفسي قفتي قفتي لكن اجي في الاخر الاقي الدنيا عملت قفله. اول ما تعمل قفله انزل اجيب الكهربائي واريح دماغي. واشتغلت نجار شويه. اشتغلت يا ابويا الله يرحمه كان بيفصل ايه وبنوم انا ابويا وعمي الاثنين مع بعض في مكان واحد. نزلت معاهم. لكن سليمان اشتغل برضه زمان كذا شغلانه. انا من ثالثه ابتدائي العيال في الحته كلهم في الصيف بيختفوا ماليش حد العب معاه فاروح مع ده بيختفوا بي ايه بيحصل لهم؟ اهاليهم بتشغلهم من هم صغيرين بينزلوا شغل يعني في الاجازات. في الاجازات بعد ما الدراسه والامتحانات. فانت في الاجازه ما بتلاقيش حد تلعب معاه. وانا هترجم لك انت كمان. ايوه. لا انا طاهر خلاص خدنا على بعض. فكرنا اقول لك على حاسه بيقول الكلام من نصه. بيقول لك انتيم حياتي دلوقتي طاهر فاحنا بقينا شبه بعض. فكرنا اقول لك على حادثه كمان يعني الحلقه دي هتبقى مدبلجه كلها. فانت يعني في ثالثه ابتدائي العيال خدوا الاجازه بيختفوا لانهم بيروحوا شغل في بس في الحته الشغل صبي نجار تلاقيه شغال صبي ميكانيكي في ورشه هنا شغال في بتاع قماش بيجيب قرشين برضه. يا حسني ما تركز مع الكلام الكلام ده مهم يا حسني. يا جماعه خليكم معانا يا جماعه في ايه يا جماعه خلاص. تعالى يا حسني تعالى حسني تعالى خلاص تعالى اقعدوا شاطين الحوار. انت اشتغلت قبل كده يا حسني؟ اشتغلت مع ابويا جزار في اسكندريه. جزار؟ كنت بنزل اساعده. افهم من كده ان ابوك شغال جزار؟ ابويا شغال جزار. يعني انا بحاول اساعده كنت في السيب بس كنت فاشل قوي. وانا اثناء في شافي بتذبح ولا بتبيع؟ بص مواسير وانحرقتني وانا واقف منظر كده. لا هو كان ذبح بس. وانا بتشوف اتنين مليحه تعيط وتقف على جنب وانا بتعمل ايه؟ لا 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 كنت بذبح وبسلف وبجرم وبجرم العظم وكنت لا والله والله بقف ابيع الحمد لله رب العالمين. خلي بالك منه كويس ده ما تزعلوش ده الوحيد اللي معانا. لا اقول لك حاجه ده اطيب واحد والله. والله اطيب واحد يعني ما يديش على جزار يدي على سجق. فاشتغلت انت ايه بقى يا سليمان؟ اشتغلت صبي بقال. اشتغلت بتاع صبي بقال بس دي شغلانه لذيذه جدا. وكنت بحب بقى الراجل يقول لي ايه خد البضاعه وديها المخزن. على تروسيكل. التروسيكل اللي هو زي الموتوسيكل. هو بيبقى زي وانت في ثالثه ابتدائي بتسوق موتوسيكل. يعني بس دي كانت في ما بين رابعه وخمسه. مش هتفرق سنه يعني. يعني ايه؟ لا لا هو الدركسيون اصلا عجلة زي عجلة وقدامها صندوق. عجلة مش موتوسيكل. لا عجلة عجلة. بس ايه بايسكل يعني عليها صندوق باربع عجلات. الصندوق نفسه صندوق باربع عجلات. وكان بيبقى فيه حلاوة طحنية بقى وايه. وانت مودي المخزن فبتضرب برضه. بس اشتغلت مع بتاع قماش مثلا بخيل جدا. مع بتاع قماش بخيل ولا ده كان دور؟ بخيل. يقول لي القماشة دي لو لقيتها في الارض شيلها. فما بنضفش اصلا القصقوصه يعني القصقوصه اللي مرميه بقى. فتطير بقى يجي شويه هواء يطيروا ده اجري انا على القصايص دي. تقعد تلم القصايص. انا معلش ما سالتكوش طاهر تشرب ايه؟ والله يا ريت بقى يعني نقول من قهوه بقى يا ريس بس يا ريت يكون بن جامد محاول سلس اكله ميه نايمه من غير وش. قهوه يعني. يا سلام يا سلام ده قال الاعلان اللي انا ما عرفش احفظه. ولا ده عمل انت عامله لسليمان ولا ايه؟ يا مصطفى. تعالى مصطفى. منشفين ان احنا ولا في قطنيه ميه ولا ايه؟ وين انت؟ يا مصطفى جيب لنا الكلام يا مصطفى. زناين ازاي يعني عايزين ميه مبدئيا؟ ميه مبدئيا. وسليمان تشرب ايه؟ اشرب شاي. وهنا حاجة عجيبة. اوكي؟ شوف لنا أي حاجة هنا مختلفة تماما. تشرب إيه مثلا؟ إيه؟
اشرب زبادي خلاط. اشرب زبادي اثنين زبادي مش كومتين زبادي. بتحب زبادي خلاط فواكه طبعا عشان ينعشنا هنا ويسوقنا. طب ماشي زبادي خلاط. زبادي خلاط يا ريس فواكه طبقات. طب فواكه طبقات ويا سلام لو في حته ايس كريم من على الوش كمان. ايس كريم ماشي ايس كريم على الوش وقريم قراميل. وقريم قراميل يعني احنا نحن مهنة مش هنقلع نصف عشف ما يباعش يعني الناس يقولوا ايه. وعين امل. وعين امل بيقول لي مرة نفسي اكل اقلة سمك بالقاري والقرقم والاسبرة. طب اتفضل. انا جاء في يوم واحنا نازق عم سليمان واحنا اخلين مصر انه قلت عم سليمان اقول واحد انا قالني ماشي واحنا ناخل عم مصر بقول ايه يا عم سليمان انا جعان ولسه طالع من السجن وعلى لحم مقلي ولسه اكل اكله سمك. بس انت عارف يا عم سليمان انت عارف ان انا صاحب مزاج ما انساش تحط لي عليها ايه قطن وصباح. بس زلاي وحضايا فيها ربع ساعه دي. طبعا ربع ساعه عشان الناس تفهم. عرفت قري وقرقم وقرقم يبقى مشروب لا يعني زبطنا ايوه مشروب. بس انا عايز اشتكي لك منه في حاجه بقى. خير. بيحب هو الاغاني الشعبيه قوي. وانا تعبانين في اسكندريه كنا رايحين فرح محمد امام سفر بقى ده بعد الساحل ساعه مطبقين يومين ومطبقين يومين ما نمتوش واحنا الفرح راجعين بقى من الفرح ميتين بقى مش انا مش شايف. ده مشغل بقى اللي هو اللي اسمه مين مشغل النخلاويه. مين النخلاويه؟ الدخلوية. شايفين النخلاويه؟ النخلاويه النخلاويه. وايه بقى ومعلم المفروض مش عارفين راجعين عند سليمان ابو العينين صاحبنا فمش عارفين المكان فبعت لنا شير لوكيشن فقلت له خلي معاك الجي بي اس وانا فهو بقى مشغل الكاسيت وبيتكلم في التليفون مشغل الكاسيت عالي اللي عليه جي بي اس وهو بيسوق وانا بسوق كمان بيقول لي ايه مين اللي بيسوق؟ انا انت قلت لي هو اللي بيسوق لا لا وهو وانا بسوق بلاقي وش في وش بيقول لي عمي يا صياد انا شغال بفوق عشان عم سليمان يبقى فايق عايز يصحيني يعني فدماغه بتضبط لا ليها علاقه بان الراجل ده كان بيفوقك ولا اي حاجه ظلمني لا طبعا لا طبعا والله طبعا انا بقول مبررات يعني دلوقتي مين اللي غلطان في ده من سليمان طب اسمعوا بقى اللي جاي شوفوا مين اللي غلطان فيه ماشي. المهم راح خد العربيه يا ابن انا طب كمل يا ابن انا ما هو عشان, بس عشان انا عشان لسه هو هترجم. ما صفني خلاص لا انا وانا فاهم كلامه 100% يعني انا نص ساعه بيتكلم معايا امال ايه كان في عربيه وكوبري وسليمان صح جمع اسكندريه وفرح محمد امام 100% امال والدخلاويه وعمي يا صغير معاني صلاح نزل عم سليمان بص على العربية قبل ما بص استنى لحظة عشان بس انسى أنا لما خبطت طلعت شوية قدام عشان أنزل أشوف الخبطة فيها فما مورت العربية مش سابة راجعة يعني بعد ما سبتها على طول رجعت ثانية واحدة اشرح أنت مش أنا خلص الموضوع في خمس دقايق أنا فاهم الراجل وين يعني مش هو أنا مش عطله خلاص أنا مش أعطيني إن هو ماشي معانا خلاص بالظبط هو معانا هو بقى إيه ما مورش العربية معانا هو ما مورش العربية سابها على الدي فنازل لا على الإن لا على الإن يبقى مورها مورها وما شدش الفرامل سلام عليك يا سلام الله ثلاث مشاريب ما لهمش علاقه ببعض ايه يا طماطم والله طماطم وكركديه لا يا عم طماطم ايه طماطم ايه ده زبادي زبادي بالفواكه هو في زبادي نقوله احلى يا ولد الجاموسه نماها يعني نمي نمي مع النمل دار اديه نغير المشاريب يا مصطفى انت هتنلعنا ما ينعنيك المهم ليه
نون ارت جزء من مؤسسة نبيل عبد الظاهر، بتعمل فرنيتشر واكسسوارز، هوم اكسسوارز، والمسؤول عنها مدام وفاء زوجتي. هنا بنعرض الهوم اكسسوارز اللي هو كل ما هو متعلق بالفرنيتشر. هوم اكسسوارز احنا بنعمل الخط العربي على الاكسسوار وعلى الفرنيتشر. في البداية كان الجد بيشتغل في تجديد الكتب، واحنا بعد كده الوالد، واحنا الجيل الثالث في الموضوع. بدأنا تطوير فكرة تجليد الكتب، عملنا منها نوت بوك وألبومات وسكتشات، وده من حوالي 25 سنة تقريبا. الفكرة ظهرت بالضبط من 15 سنة لما عملنا نوت بوكس، وبعدين اتطورت الحمد لله، ودربنا ناس كتير قوي لحد ما وصلوا لمرحلة، قعدنا 4 سنين في التدريب الحقيقة لغاية ما وصلوا لمرحلة كواليتي عالية نقدر ننزل بيها السوق ونصدر، يعني كمان نقدر نصدر بيها. فكرة الخط العربي الحقيقة كان عندي محل في الأزهر كنت برممه، محل قديم بتاعنا، طرق في بالي فكرة ان احنا نعمل الخط العربي على في المكان كله، فطلعت فكره الخط العربي ان احنا نعملها على المنتجات بعد ما رممت المحل دوت. يعني الصعوبات اللي واجهتها الحقيقه توفر الخامات والتسويق كمان، يعني احنا كان عندنا مشكله في الخامات شويه مش متوفره بشكل جيد في مصر، بنستورد خامات من بره مصر، بنعمل تصنيع هنا في البلد وبعدين نرجع نصدر المنتجات تاني، والحمد لله بس يعني مع المجهود قدرنا نوصل اللي احنا عايزينه يعني، وقدرنا نطلع بره مصر كمان. ورجعنا مرة تانية، وزي ما احنا متعودين في كل حلقة في مشاريع ناجحة بتتقدم في البلد، يمكن طول الوقت بنشجع الشباب اللي بيعملوا مشاريع. المرة دي معانا مشروع بقاله فترة طويلة بيتوارثوا أجيال وراء أجيال، ومشروع ما شاء الله ناجح وواصل للعالم كله من خلال احنا طبعا لازم نتعرف الأول، نتعرف بحضرتك. حسام عبد الظاهر صاحب المشروع. أهلا وسهلا. وفاء عجمي مديرة المشروع. مديرة المشروع، أهلا وسهلا. مشروع بقاله فترة طويلة يا أستاذ حسام، يعني سمعنا إن ده من الوالد ومن الجد كمان. بالظبط. هو من سنة 36 كان الجد والوالد، وإحنا الجيل الثالث في الموضوع. من 36. ما شاء الله. والمشروع بقى نفسه عبارة عن إيه؟ يعني هل هو موضوع أجندات بس ولا أنا ملاحظ جلد طبيعي؟ أيوه بالظبط. احنا اصلا الجد كان بيشتغل في تجليد الكتب، والوالد برضو ورث المهنه، واحنا بقى الجيل الثالث بدانا من سنه 87 بالظبط بدانا ندخل في الموضوع. المهن اليدويه بدات تندثر، فاحنا فكرنا ازاي نوصل الموضوع لكل الناس، بدل ما كانت الناس بتجلد بس كتب، لا بقينا نعمل نوت بوك وفوتو البوم وسكتش بوك وحاجات مختلفه كتير. ودي كلها هاند ميد. كل ده هاند ميد، بنستورد الخامات من حوالي 3 دول وبنرجع نصدرها تاني منتج كامل، يعني منتج نهائي. يعني ده كله مصنوع يدوي؟ يعني ده اوكي ممكن يبقى ده مصنوع يدوي، لكن ده مش مكن او حاجه؟ لا لا لا، كله يدوي. كل المراحل اليدويه، الشغل اللي كان بيتعمل من 100 سنه هو النوت بوك اللي في ايد حضرتك ده يعتبر من المزارع الملكيه في انجلترا. يعني خدوا الجلد الطبيعي بتاع حيوانات. ده جلد غزال. واتصبغ في انجلترا واتعمل هنا في مصر ورجع لهم تاني، موجود في القصور الملكية هناك. يعني هم عندهم طبعا العمالة هي العنصر اللي مش موجود عندهم بس موجود عندنا. تقريبا اغلب المشاريع اللي زي دي في العالم كله بدأت تندثر، لان الموضوع قد ايه مرهق، وفي نفس الوقت مفيش توارث في الأجيال. مكلف كتير عندهم يعني. طبعا. لكن عندنا العماله بنقدر موجوده، هي بس انك انت تسيطر على العماله هي دي المشكله يعني. دي الحكايه. ان احنا ازاي نعلم الناس طول الوقت، ولازم يبقى في شباب طول الوقت بتعلم جديد. من خلال مصنع. طبعا طبعا. مصنع فيه عدد كبير من العمال. في عدد الحمد لله لا بأس به دلوقتي، لان برضو العماله عايزه طول الوقت يبقى في دم جديد زي ما بيقولوا. لما بيمشي واحد بنجيب 4 أو 5 بداله علشان يبقى الموضوع مستمر يعني. وهل اللي بيمشي ده بيروح يشتغل مع نفسه مثلا؟ الحمد لله في ناس كتير مشيت وبدات تفتح مشاريع وبنساعدها. وده شغل ده معدن، ده طبعا برضه ده هاند ميد كله. ده التطور بقى. ده وفاء تقدر تتكلم عنه. ايه بقى؟ ده نحاس، دي نون ارت، شركه نون ارت. ده نحاس؟ نحاس مطلي نيكل. علشان ما يطوصش.
تمام. وجت فكره اننا نكتب الخط العربي لانه كان تقريبا ما بقاش حد بيستخدمه من 15 سنه كده لو تفتكر، ما تلاقيش حد كان بيستخدم الخط العربي، كانت كل الناس كله بالانجلش. فالحقيقه حبينا نرجع الخط العربي تاني ونعيد احياء عشان يعيش. فعملنا المنتجات دي، بقت هوم اكسسوارز، عملناها مره بالالاباستر اوكي، بالرخام، ده نوع من انواع الرخام، وده برضه نحاس مطلي، كله نحاس مطلي بالظبط، وكله مشغول يدوي. وكل ده شغل يدوي. يعني العمال قعدوا معانا حوالي 4 سنين عشان يتدربوا عشان يطلعوا الجوده دي. لان كان الاول طبعا بيطلع بيتجرح شويه، بيبقى يعني مش مظبوط. لا دلوقتي الكواليتي الحمد لله بقت عاليه، وقدرنا نخليهم يوصلوا للمرحلة دي، وعلمنا ناس كتير. يعني احنا حوالي عندنا دلوقتي 40 عامل بيشتغلوا في القصة بالظبط. بس ده مش شغل ليزر مثلا او لا لا، كله هاند ميد، بيتنشر يدوي، يعني دي تبقى زي شريحة. ايوه وبعدين ليها لحام معين. انا ما شاء الله مش لاقي اللحام نفسه، مش لاقيه يعني، وصلت له اهو. يعني ده اللي ياخد باله منه ده لازم يبقى صنايع يعني، واخد بالك يا ابو ليلى؟ انا عايش الشغلانه دي قبل كده ولا ايه؟ ما ادي احلى من الثانيه، دي احلى من دي حاجه والثانيه حاجه طبعا، احنا عارفين. ده كان السؤال ولا ايه؟ انت اشتغلت في ده قبل كده؟ لا انا اعرف الناس اللي شغالين في الشغلانه دي، بس مش بمستوى ده طبعا يعني. مفيش حد بيشتغل يدوي دلوقتي يعني. محدش بيشتغل يدوي. مفيش حد. كله بيشتغل ليزر زي ما احنا قلت من شويه. كله ليزر. كله ليزر عشان مفيش وقت. الزبون مستعجل يعني زي ما بيقولوا. شغل مستعجل. الزبون مستعجل. عشان كده احنا بنعمل ستوك كبير من المنتجات علشان نقدر يبقى عندنا طول الوقت مخزون كويس نقدر ندي للناس. لا بقى وبنصدر بس ما شاء الله. وده برضو يعني زي ما انت بتقول انتوا بتصدروا في اكتر من بلد. لكن الشغل نفسه موجود في مصر. بيتعمل كله في مصر. واكيد بما ان هو شغل يدوي اكيد سعره مختلف عن الشغل اللي هو التاني، لان العماله وخصوصا العماله المحترفه للشغل اليدوي اكيد اجرها بيبقى عالي. ده بيبقى باليوميه مثلا؟ لا هم العمال عندنا بيشتغلوا، في ناس بيشتغل بالاسبوع وفي ناس بتقبض بالشهر اوكي. بس الموضوع كله ان احنا يعني وصلنا للمرحله دي بعد معاناه، وفي نفس الوقت حبينا نفتح اسواق جديده. شغل نون ارت بيتصدر لاغلب الدول العربيه، وموجود منه برضو هنا الحمد لله يعني تسويق لا باس به لرب العالمين. شغل النوت بوك بيتسوق لاوروبا وامريكا، ويعني في شركات مخصوص فاتحه بره بتسوق المنتج بتاع. لا والله بس شغل جميل كله. وريني كده ابو ليلى بعد اذنك. برضو ده نفس الحكايه، جلد طبيعي. ده جلد طبيعي. ده للكروت. ايوه. ده البوم. ده في بعض ولي عهد تايلاند. ولي عهد تايلاند كانت عندنا في زياره، في حاجه ممكن تفتحه وتلاقي الصور. اوكي ايوه بالظبط. تايلاند كانت في زياره للمكان، وكانت الحقيقه وهم يعني رؤساء كتير بيتعاملوا معانا. يعني احنا كمان حتى امراء الامارات عملنا لهم اليوميات بتاعتهم. تمام. دي كانت جيف اواي هم بيقدموها، هم اللي بيقدموها للضيوف. يعني دي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. لا ده ما شاء الله، دي حاجه عملنا 500 هديه لكل حد، وهاند ميد 100% يعني. لا حاجه والله جميله، حاجه تشرف. هو رئيس الامارات الشيخ خليفه كان واخد 500 هديه، محمد بن راشد 500 هديه، محمد بن زايد برضه نفس الكلام، وليل عهد. يعني مشروع كل ده هاند ميد، كله يدوي 100%. ده حاجه جميله والله. وبرضه عاملين شغل خشب مع هي نون ارت اصلا. يعني بدانا بالخط العربي على الخشب، على الفرنتشر. يعني بداناها كده، وبعدين طورناها للاكسسوارز، وبعدين طورنا كمان شويه وخليناها على النوت بوك كمان، يعني بحيث انه يعني اوكي.
انتوا عندكم كل المنتجات دي يعني بيتعمل برضو حاجات خشب زي ترابيزات زي مكتبات زي يعني ما شاء الله النشاط يعني مش فقط بيقتصر على الجلود اللي بتنفذ. احنا عملنا للشيخ صالح عملنا له المكتب بتاعه بالكامل حتى الحوائط عملناها شغل زي ارابيسك مثلا باترن الاسلامي الشغل الاسلامي ده بالظبط هو ده كله برضو الموضوع اللي احنا 100% يعني حاولنا ان يعني الخط العربي الخط اللي مع حضرتك دوت اسمه خط تمار الخط ده تمار ده ما بيكتبش بيه بقى له حوالي 700 سنة كان بيكتبوا بيه ايام الفاطميين على المساجد والمقابر كده خدت الخطاطين وبدأنا نلم الخط ده بالصور وقعدوا يتدربوا عليه حوالي 3 شهور لغاية لما طلعوا النسب بتاعته مظبوطة ان كل حرف يبقى قد الحرف الثاني مع اختلافه في الوقت النسب بتاعه الفراغات والحاجات الممتلئه يبقى 50% فراغ و50% بحيث ان هم يبقوا متعشقين ما يبقاش في مجال لاننا حاجه تتكسر او حاجه يحصل لها حاجه يعني اه والله حاجه مشرفه وجميله يعني الموضوع جميل يعني سنة حلقه لوحدها والله يعني موضوع ان 50% فراغ و 50% كلام ايوه مع نوع كلام نفسه يعني موضوع صعب انا مش عارف يا طاهر يعني انت بتمدح ولا لا انا يعني شايف ان الموضوع يعني صعب جدا يعني والله ده موضوع جميل يعني حاجه مشرفه فعلا وحاجه جميله خايف ان انت تبوظها يعني لا ان شاء الله لا ان شاء الله هنعمل معاك مبسوط لا ان شاء الله هنعمل معاك سلامة انتوا بتصدروا لمين؟ احنا بالنسبه لنون ارت بنصدر للكويت والاردن والامارات وعملنا كمان لملك ولي عهد السعوديه عملنا له الحاجات بتاعه الكعبه من نون ارت وبعض الحاجات برضو في قطر اوقات بياخدوا مننا حاجات فيعني ما فيش حد الحقيقه الحمد لله كمان ان في الامارات بقى في محل مخصوص وده نجاح الفكره اننا نرجع الخط العربي لكن دول اجنبيه يعني في اعتقد برضو ان ابتدوا جماعه الاجانب فكره الخط العربي بالنسبه لهم هم شايفينه هم ممكن ما يبقوش عارفين الحروف لكن شايفينه كفن وخصوصا لو في نحت او في حاجه وهم بيقدروا جدا حاجات الهاند ميد يعني دي حقيقه لما سافرنا فرنسا عملنا معرض في لا ميزون اوبجي في باريس عملنا عرضنا الحاجات دي بس كل منتج معاه الكارت بتاعه عليه الشعر اللي مكتوب عليه وهتلاقي كلها حاجات والترجمه بتاعته فكانوا مبسوطين بيه قوي الحقيقه لا والله حاجه جميله ومشرفه بجد يعني نموذج مشرف لحاجه مصريه بقى لها من 36 37 تمام لغايه النهارده مع التطور اللي انتوا عاملينه في مشاريع كتيره جدا وقت ما بينشئها الاصل اللي بينشئها اذا كان الجد ممكن الاولاد ما بيحافظوش عليها ممكن بعد كده يعني مشاريع كتير اذا كانت مطاعم اذا كانت مصانع اذا كانت شركات بيجوا الاولاد ما بيهملوش لكن ان يبقى في حد من الاحفاد حريص على المهنة وبيطورها وبيكبرها ويصدرها ويخلينا فخورين بيها أنا طبعا يعني بحييكوا على المجهود اللي انتوا عاملينه وبرضو يعني قعدتوا معانا وإحنا قاعدين في القهوة وما قلتلكوش تشربوا ايه احنا تشربوا ايه قهوه مثلا ما ينفعش طارد انت صاحب بيت يقولوا عليك ايه يا وينش يقولوا عليك بخيل يقولوا عليا بخيل لا ما ينفعش احنا مش بقى والله ممكن يقولوا كل حاجه في سحلب في سحلب اه الناس ان احنا يعني جو حلو ها يبقى خلاص مصطفى سحلب المقصرات والنعم يا جماعه ما تجيبش حاجه مصطفى سلمان عيد الفنان الجميل اخبارك ايه؟ تمام زي الفل انت طبعا ولادك انا عارفهم من يوم ما اتولدوا لغايه النهارده كبروا ما شاء الله هل عبد الرحمن مثلا ابنك ممكن يروح يقعد على قهوه يقعد مع اصحابه او حاجه زي كده ولا انت شايف ان حكايه القهوه دي ممكن تبقى بالنسبه لشاب في سنه ده غلط؟ شايفها غلط بصراحه شايفها غلط لان هو عنده الجامعه بتاعته ما بيروحش يقعد على قهوه ولا وبعدين عنده شغله دلوقتي بيركز في شغله عنده كام سنه هو؟ عنده 23 سنة 23 سنة وما عادش على قهوة عمره؟ لا ما أحبش أنا اللي أقعد على أنت ما بتحبش لكن هو قعد ولا ما عادش؟ لا طبعا نسمع كلامه نسمع كلامه أنت ما بتجيش لي يا عبد أنا أسبوع أسبوع ما شفتكش يا خبر أبيض أحمد 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 أحمد
ازيك يا ابو ودي؟ ده زبوني. هذا امال ليه ما بيقعدش على القهوه؟ ايه يا سليمان؟ ازيك يا عبده؟ ازيك يا عبده؟ انت فرحان؟ اخبارك ايه؟ بكل يوم. لا لا ولا يهمك حبيبي. ربنا يخليك. على فكره دور الطاوله هجي لك على طول. حبيبي يا عم. طب اهو يا عم. امال ايه يعني؟ لا كنت بهزر معاك يعني. كان في حاجه ولا ايه؟ انت كنت بتهزر معاك؟ اصل هو لسه بابا دلوقتي بيقول لا انا ما ارضاش ان عبد الرحمن يروح يقعد على قهوه. هل انت فعلا بقى يعني بعيدا عن الهزار ده انت بتقعد على قهوه ولا ما بتقعدش على قهوه؟ لا بقعد اكيد. بتقعد انت واصحابك مثلا وقت الجامعه ولا ايه؟ انا وهو. يعني ساعات كده كنا بنزغم الجامعه ونقعد على القهوه بس مش دايما يعني. كنت بتزوغ من الجامعة؟ ساعات. لا كأني مش موجود أنا كده فاهم؟ ليه أنت لقيت كنت بتزوغ معايا برضه؟ أنت بتزوغ من الجامعة وبابا بتزوغ من البيت ومتقابلين على القهوة. طيب ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله تمام. أنت خلصت إيه دراسة؟ أنا خلصت تجارة. تجارة؟ تجارة القاهرة. تجارة القاهرة. وبدأت شغل أو حاجة؟ أنا شغال حاليا في شركة إنتاج. شركة إنتاج؟ انتاج سينمائي. يا سلام يا سلام. طب مفيش مثلا اعمال بتجيبها لبابا او حاجه؟ بحاول. او مثلا لاصحابك دول؟ هو بيتحايل عليا بس انا بفكر لسه. يعني لسه طبعا. لا ما ينفعش انك انت ترشح بابا في حاجه عشان مستقبلك انت. انا مستني. يعني حاول يا ده اللي قلت له في الاول يعني. انا عارف ان انت بتغني وعارف انا شفت لك مره على الفيسبوك على انستجرام حاجه زي كده كنت انت منزل اغنيه. اغنيه. دي كانت حاجه بتاعتك ولا بتغني لحد تاني؟ لا انا عملت اغنيه واحده بتاعتي لحد دلوقتي. والله. طب كانت بتقول ايه بقى؟ شوفوا كده يا شباب بقى نسمع عبد الرحمن بقى. شقفه مان شقاوي يعني شقفه شقاوي يعني مش محتاج انا اقولها يعني. طب هي يعني هي اغنيه كئيبه الى حد ما فاحنا ممكن نغني حاجه. غني حاجه تانية. حاجه قديمه سلطنه كده. ماشي يلا. يعني اهو ده اللي صار مثلا سيد درويش. يا سلام. دي الاغنيه اللي انت كنت بتدندنها. هو لسه يقول عايز يغني حاجه قديمه ف والله. طب يلا. اهو ده اللي صار وادي اللي كان مالكش حق تلوم عليا وهو ده اللي صار وادي اللي كان مالكش حق تلوم عليا تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش بإيدنا تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش بإيدنا قولي عن أشياء تفيدنا وبعدها يبقى لوم عليا وهو ده اللي صار وادي اللي كان مالكش حق تلوم عليا. يعني والله كان نفسي اقول هذا الشبل من ذاك الاسد. لا ما انا برضه بقارعه في هو نفس الحكايه مش انت بتغني؟ لا في الشعر بقى. انت بتقول شعر؟ وهو بيغنيه؟ لا لا مش هو بيغنيه هو ما يغنيهوش لانه الشعر غريب شويه. انا بقول اشعار ما انت عارف اني اسف. طيب احنا برضه نسمع من سليمان شعر. ليه مش عايزين ليه يا جماعه؟ مش عايزين ليه؟ ليه يا جماعه والله؟ كان جميل قوي الشعر يا سليمان. دلوقتي ننتقل. اقول حاجه ما تقلقش يعني انا الحاجات اللي في السير زي انا اسف دي قصيده عسكر دي
بيقول ايه؟ هو ما بقلقش ما اقولهاش يا قول على طول يعني ما اقولش يعني كده فهمت يعني قول على طول بيقول لك قول على طول لكن ما اتقالتش واتقالت وبتاع طيب معلش انت دوخنا ليه؟ كفايه المرجحه اللي معاك الزهايمر والله معلش ما كلنا انا مين اني مين؟ اني طفل الشاي المغلي ودم بيغلي جوه جهاوي الفكر الزعلانه الله أنا كورة بنج البنج الرايحة الجاية من تحت الفوق أنا نفسي أفوق وأبطل أسكر بالشاي نفسي أسكر بيكي يا لون الورد الطازة يا لون اللحمة الطازة سمينا أنا مين ونطلع لك مارد من بزبوز البراد اللي بيغلي واملى الدنيا بخار وشرار أنا نار أنا نار دي بتاعت صديق مين؟ إبراهيم عبد الفتاح مين؟ إبراهيم عبد الفتاح الشاعر مش أنت؟ لا أنت بتنقل لنا أشعار الزملاء؟ طبعاً أمال لا مش هو حسسنا اللي هو اللي هيقول شعر؟ بص كل أشعار أنت بتتكلم كأداء أشعار صلاح عبد الله كلها أنا حافظها أنت كمؤدي صلاح عبد الله؟ كلها حافظ له كل أشعاره؟ كل أشعار طب كلمني اللي هو بين بولاق والزمالك كوبري أما مليلي ليل على الناس اللي في بولاق وتصحى الكلاب وينام الزقاق وتدق الحيرة دق فوق أم راسك ويسري الجوع ويهري في كل حواسك لا تزعل لا تحزن لا تعكر مزاجك طنش وفرفش وروق دماغك هتاخد مفيش في نهاية المطاف قوم غزي الكريش بكام لقمة حاف وضب سريرك وشد اللحاف تنام وتحلم بليلة سعيدة الله يا صلاح يا عبد الله الله عم صلاح عبد الله صراحة عم صلاح طبعا نعم طب هو مش حافظها بقى مين صلاح هو بس هو اللي كاتبها بس انا من حب ليها من سنين وقاعده في دماغي مش مهم والله عبد الرحمن انت طبعا اول ما وعيت على الدنيا لقيت بابا بيمثل بالظبط للاسف ليه بالعكس عبد الرحمن من الناس المحترمين المتربيين اللي كان فخور بباباه من وهو صغير بيبقى مبسوط بيه في اي دور بيعمله ايه اكتر دور كان بابا عامله انت كنت بتحبه انا علاء مع انه صغير بس انا بعشق الدور ده انا علاء ده جانا البني التاني والله علاء بتاع باور فاميلي اللي هو بيكسب جايزه اوضه النوم ورحله للغردقه ميرفت وعلاء حكايه ميرفت وعلاء بنصح اي حد عايز يعمل حادثه يشرب قبلها باور فاميلي ايوه بس ده انت كنت صغير يعني ايه جانا البيان التالي ده من قد ايه هو بيقول لي من الافلام بتاع زمان دي يا بابا ده من افلام زمان بالنسبه له 2001 كان عندي 6 سنين لا 2002 2001 مش هنختلف في السنه مع ابن عز بعد ابن عز مع ابن عز جانا البيان التالي ده كان سعيد حام والله ده حاجة جميلة قوي انت شفت ده اسمه بطاوي بطاوي؟ تصدق شكلك؟ شكله بطاوي صح؟ شكله بطاوي من العيال الجدعان بتوع الفيوم وصراحة يعني أنا بشكره لأن قبل كده جاب لنا هدية وهدية قيمة يا طارق 12 بطة 12 بطة؟ بلدي؟ وانا مزاجع لا بلدي لا والله انت بتروح الفيوم كتير بس مزغقهم؟ لا مش مزغقهم تحس تاجر بط قوي يعني يعني انا افهم شؤون لا الابيض في اسود الابيض في اسود مفيش عنوان؟ لا ما عندكش عنوان البطه التاكسي ابيض في اسود لا بس بطاوي كمان بيقول شعر بمناسبه الاشعار عن البط وانك انت حرامي اشعار يعني هو انا بقول انا حرامي هنقول مقتبس اشعار مقتبس يعني يعني قبل كده كنت بتقول شعر بتنسبه لنفسك لغايه ما اتقفشت انا كنت بهزر بس والله ايه ما عندكش شعر بتقوله؟ ايه؟ لا ممكن اقول حاجه صغيره قول القصيده الاخيره بتاعت الفيوم الفيوم يعني مش محتاجه ان احنا نوصيه انت بتشهر الفيوم ايوه بتحط الفيوم على الخريطه ممكن اغني اغنيه بغنوها بالفيومي اللي هي الأقصر بلدنا؟ لا ايوه اغنيه عن الفيوم الأقصر بلدنا بلد لا ممكن اغني كنت فين وانا في بالفيومي قولها يلا يا رجاله كنت فا وانا فا جيت لي منا والايام دي كانت غايبه عني فا شكرا
منور يا سليمان. ربنا يخليك. منور يا عبد الرحمن. طب ايه الدور اللي ما بيعجبكش لبابا؟ ما بلاش. اتناقشت معاه فيه قبل كده؟ اتناقشت فيه وهو اعترف. 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 طب مش كده تاني؟ يبقى اقول لي عليه في الاستراحة. عبد الرحمن تشرب ايه؟ انا ممكن قهوة. قهوة. ماشي. قدام بابا بتشرب قهوة؟ فرنساوي. اذا كان فرنساوي ماشي. فرنساوي او الماني يعني. شيك شوية الفرنساوي. اذا كان فرنساوي ماشي لكن قهوة. قهوة تركي وبوش كمان. انت عارف يعني ايه قهوة اصلا؟ قهوة؟ معناها؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ انت اللي بتسألني. انا مش عارف؟ لا. ازاي يا هيثم احنا قهوة يا هيثم مش عارف. شراب. انا بندم. شراب. شراب البن المغلي. شراب البن المغلي دي معناها قهوه؟ قعدنا في الاستراحه قبلنا واحنا جبناها من على عشان نسلوها عشان نعمل فيها اللي احنا يعني. شراب البن المغلي هو القهوه؟ يلا يا انت وهو هات لهم اتنين شراب البن المغلي. رجعنا مرة تانية وما زلنا بنكمل مع سليمان عيد ومع طاهر أبو ليلى. اسم أبو ليلى بعد طاهر بقد إيه؟ يعني إيه معنى هو تاني اسم على لا والله الوالد نفسه أبو ليلى. لا الوالد لا الوالد اسمه غريب شوية. إيه؟ الوالد اسمه فاروز. فيروز؟ فاروز. 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 وليا عم الله يرحمه اسمه مرجان. فاروز ومرجان؟ وليا عم الله يرحمه وليا عم الله يرحمه ما وجدني الله يرحمه ان يعني يالي شويه ياقوت اكيد هي من عائله مجوهرات. المهم بقى ايه يعني قال لك بقى عشان سمى فاروز ومرجان قال لك الفلوس اللي عندي منها مطموح يمين ولا اكيد انت مولود في الساغه. جنبها والله في الطرد الاحمر. طيب المهم راح نخلف فاروز ومرجان وايه واحنا سمي امان في الاخر قال عشان ايه؟ قال احمدك يا امان عشان يامن على الايه؟ امان عشان يامن على الفلوس من سلام وفي الاخر عليه العوض من العوض كان غير كانون شقه. يعني انت طاهر فاروز ابو ليلى؟ لا طاهر فاروز بس لما جيت اعمل فيلم ابن عز فاخترت اسم ابو ليلى من الشخصيه يعني ده اسم شهرة اسم شهرة الشخصيه في الفيلم كان اسمه ابو ليلى ابو ليلى مع الله يرحمه استاذ شريف عارف. طب وبعد ما عملت ابن عز قعدت 12 سنه ما عملتش حاجه ما عملتش حاجه نزل بقى مهام هنا يعني قلنا فين وفين لحد ما جه كابتن مصر كابتن مصر مين بقى يعني ده بالنسبه لك كان نقله بقى نقله ثانيه خالص قلت بقى ايه اروح ايه اهزر واخد نيرسين حلوين واروح اهزر شويه والسلام عليكم. الموضوع قلق نجاح والدنيا قلبت والفن نجح الله ونبقى نمثل فاا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 
معانا ابانوب. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. كله تمام؟ اه كويس. انا كويسه. استنوا مش دلوقتي. انا عايز اطلع. مش هتطلعي دلوقتي؟ عايز اطلع. طب معايا بس ضيوف برضو وعايز اعرفكم عليهم. ده يا ريت تعرفنا عليهم. لا يا لا مفيش حاجه صدقني. كل نسناس. انا مره عدني نسناس انا والله مش نسناس صدقني. مفيش حاجه ما ينفع يعني. مفيش نسناس ما طايع يا عم. خلاص مفيش حاجه. انا في فيلم حين ميسره. سكوتي يا عم استني استني استنى يا عم حين ميسره. ما تقولش دلوقتي يا ابو يا ابني. تخافش انا نشوف الميسره اللي احنا فيها دي. بس سكوتي يا ولا لا اطلعي. لا يعني يا عيني فوق هنا. ايوه يا عم. امانوب عنده موهبه جميله جدا. ها بنشوف بيعمل بيتعامل مع العرايس ازاي. ده انت شبهي. وبيتكلم من غير ما بيفتح بقه على فكره. اسمك ايه؟ مش عيب كده، عيب بالدقني دي تروح عامل كده. اعرفهم على نفسي. اسمك ايه؟ انا لؤي والدلع لولو. قول لي يا لولو. مش شكل لؤي خالص. ليه؟ مش انا لولو. مش منظر لؤي. مالكش دعوه. انا مش دعوه؟ لا مش لؤي خالص، ده عطنا رطمه يعني، ده اخو عطنا رطمه يعني.
ايه دي يعني بتعيرني؟ شبه بعضينا حبيبي. الله الله والله طيب طلع كويس. عمو اشرف اهلا اهلا. الله يسلمك. وحشتيني. الله يسلمك. انتوا مش ملاحظين ان ابنوب ما بيفتحش بقه ساعه اما الشخصيه نفسها تتكلم؟ هو مش هو اللي بيتكلم، الشخصيه اللي بتتكلم. اتعاقبت عليك. انت لسه خايف؟ لا عضني. ايه؟ انا عايز اطلع. استني يا توتي. لا عايز اطلع. هتطلعي؟ اه. بلاش بلاش. اه لا طلعني. بلاش. هتطلعي؟ لا. اطلعي يا توتي. هتطلعي ولا انزل لك؟ يا ريت تنزل لي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ استنى. اطلع. لا لا. طب ثواني يا بطوطه، مش هتطلعي دلوقتي. هاي. هاي. ازيك؟ كويس. احترمي نفسك. حاضر انا اسفه. ازيك؟ اهلا اهلا. وحشتني. الله الله الله. تيجي ننقل الاصوات. ايه؟ انا اخد صوتك وانت تاخد صوتي. يلا. ها. عايز ايه؟ اهدى. ها. يا عم ده عندنا عندنا. اوكي انا كده خدت صوتك. ايه رايك؟ لا على فكره اللي انتوا ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ اخد صوتي يا توتي وانا مش عارف ايه ده؟ ايه؟ خدي اهو. اوكي انا كان اخدت صوتك. ايه رايك؟ على فكره اللي انت بتعمليه ده ايه ده؟ الو الو الو. الو الو الو. هو مين بيتكلم؟ انا ده انا ده انا. بقول لك ايه ايه، شايفين باصين علينا ازاي؟ اه باصين علينا كده. توتي تيجي نلعب بيت بوكس؟ يلا. عايزة بطوطة؟ آه. مش أنا؟ لا خليك أنت، جيب أنا بطوطة. عايزين حاجة؟ لا هجيب لكم بطوطة ساعتها. هدوس. ما أنت فيك مشغولة، هجيب لك أنا بطوطة. هدوس. هدوس. الله. وأنا وأنا. خدت عليكم أنا. بص يا سلمان. لا سيبوا أنا أجيب أنا من تحت. سيبوا أنا أعلى. أنا أسفي روحي. تعالى. تعالى. اقعد يا طاهر اقعد. ايه؟ اسمعني انا يعني يا ريس. يا ريس دي عروسه. دي لعبه عروسه. بص ايه ايه. لا معلش برضه لازم بص لعبه ايه؟ ايه؟ طب خلاص خش انت جوه عشان نجيب بطوطه. اطلعي. افشل بطوطه 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 انثى. ما انا اقول لك على حاجه. هترقص رقصه. طب اعمل لك بيت بوكس. بيت بوكس. بيت بوكس. هعمل بيت بوكس واكح واضحك من بطني بجد. نرقص. عايز ترقصي؟ يا ريت يا ريت. طب هاتي بوس عشان خاطري. طب رقصه صغيره. رقصه صغننه. ماشي ماشي. ايه مش طلعت؟ مش عايزه ديت؟ ما انت عايزه ايه؟ الطبله. طبله ايه؟ ايه مش جيبه طويله؟ استنى ارفعها لك شويه. يا وضع ايه؟ يا وضع ايه بيستنى؟ يعني انا بجد ملاحظ ما شاء الله انت عامل حاجات فظيعه، يعني عامل كذا صوت من بطنك. بجد ولا حد يلاحظ في اي حركه للشفايف. بتعمل اكتر من صوت واكتر من شخصيه في توقيت واحد، واكترهم حكايه الكحه مع بيت بوكس مع كذا صوت مع بعض. دي تدريب ولا انت عملت ايه؟ دي يعني هو اول حاجه اكتشفتها من يعني على اليوتيوب، لقيتها في امريكا واستراليا.
بس هي مش منتشره جدا يعني، يعني عدد قليل جدا اللي بيعمل الموضوع ده حتى كمان في العالم. موهبه اصلا. موهبه فعلا. فلقيت واحد يعني ماسك بغبغان يعني، كان ماسك دي بس مش شبهها يعني، هو حاجه زي بس بيتكلم بطريقه اللي هو انا يعني كان بيتكلم كده، هاي ازيك انا كويسه. كويسه ازيك. فانا قلت ازاي الصوت ده بيطلع منين، مش فاهم انا حتى. كمان اللي استغربت. فانا لقيت كلمه اسمها فينترو ريكويست، يعني التكلم الباطني. تمام. اللي هو بيتكلم من هنا، من هنا، من فم المعده بيطلع على الزور، بيطلع على الفم. ده بالتدريب يعني، هي اساسا مش موهبه بتبقى موجوده عند حد وحد تاني، لا هي صعبه جدا عشان ديت محتاجه تمثيل ومحتاجه سرعه بديهه ومحتاجه تنايل اصوات ومحتاجه تحريك عروسه. وكمان انا بعمل كمان فن اللي هو البانتومايم وفن بعرف اعمل كمان بريك دانس وهيب هوب وملف على يعني دماغي. انت دربت نفسك في كذا حاجه. حاليا بتشتغل بكل المواهب اللي ربنا مديها لك دي، او بكمان بقدرتك على انك انت دربت نفسك على كل الحاجات دي، بقت عندك شغلانه. هي شغلانتي بقت المواهب بتاعتي، بطلع حفلات وساعات برضو اعياد ميلاد، وساعات بطلع برضو بره مصر، في ناس بتطلبني برضو من بره عشان الموهبه حتى كمان مش مصري كتير يعني، هنا نادرا جدا ممكن تلاقي واحد او اتنين. فحتى في الدول العربيه برضو كده. فهي الموهبه منجذبه اللي هو يعني انا بخلق روح للعروسه، فهي تتكلم تحس ان هي بتتكلم بجد. فدي كانت دي بقت شغلانتي. بس الموهبه دي بالذات صعبه جدا. لا طبعا، عشان محتاجه كوكتيل تالنتد يعني. لو انا عايز اقول كلمه واحده من بطني انا هخليك دلوقتي تقولها فعلا. ازاي بقى؟ بص بص على سنينك. قولي ازيك. ازيك. انا كويسه. ازيك. ازيك. تيجي لهم حاجه صعبه؟ قولي لهم حاجه صعبه. يلا قول موز. من غير ما احرك خايفي. طبعا. موز. ايوه. موز. موز. انت كده بتقول هوز. هوز. ايوه. اعملها يا سليمان، قول موز. هوز. هوز. موز. موز. انا خايفه، انا خايفه. لا هاو 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 هاو. لا ده ضحك. هاو 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 هاو. طب انت قول موز. موز. انا هو قلتها اهو. موز. انت ما انت بتقول لي انا معايا، انا وهي واحد هو حضرتك انت خلاص انت اتاكدت ان هي حقيقيه. هو واحد الاثنين على فكره. لا يا راجل. معلومه احنا بقالنا ساعتين بنطور عليها. انا عرفتها من اول ما اتكلم. والله والله عرفتها من اول ما اتكلم. لا يا مصطفى. اوكي. ابا نوبه هنا من بدري وما شربناش. انا نفسي في حاجه من النوب. ايه؟ نجات والله بس مش هزار يعني. قوي. ان هو يعمل يعني حاجه زي الفيديوهات صغيره هنا بس يبقى فيها حاجات مفيده للاطفال. صح صح. الاطفال الاطفال بيعشقوا الحاجات دي. على فكره. أيوة. يعني الاطفال كلها بتنجزها. يعني انا عندي بنتي عندها سنتين، اقعد اقول لها الحاجه استحاله اقولها، استحاله نعملها. لما عندنا صوت اللي هو بيعمله ابنه يسمع الكلام معايا زي الصوت. طبعا طبعا. فدي فكره حلوه ليه ان هو يعمل فيديوهات هنا. انت عندك هنا وفرح ما شاء الله. ربنا يخليك. فعلا بيكلموني ابهات يعني والامهات على الموضوع ده، بيقولوا لي اعمل حاجه عشان بيسمعوا كلام بطوطه. أيوة. احسن من كلامي ده فعلا كتير جدا. قلناها ان انا يعني نفسي اعمل مسلسل او فيلم مش حاجه بالله. طبعا. فدي وسيله حلوه والله. يعني احنا بنشكرك يا بنوب، ولازم تشرب حاجه يا بنوب. مصطفى انزل بالمشاريب. انا اللي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ كله 100 100 الحمد لله. اسم ايه بقى؟ احمد الشربيني. احمد الشربيني. ونهى نوايا. ونهى؟ نوايا. نوايا. مراتي. يا اهلا وسهلا. انتوا الاثنين عاملين مشروع واحد، او يعني اثنين حاجتين مختلفين، بس انتوا الاثنين اشتركتوا في ان انتوا عاملين مشروع في الشارع. مظبوط. بداتوا فين؟ بدانا في حي مصر الجديدة في الماظة. من 3 سنين. 3 سنين. بالظبط. انت بتعمل، بصوا بقى يا جماعه، يعني الناس دول انا بحترم جدا وبحب جدا الشباب اللي بيعملوا مشروع ويفضلوا وراه. عاملين مشروع بسيط بس واضح كمان انه عمل رد فعل كويس معاكم. الحمد لله. تمام.
الاول ما كنتيش قلقانه ان انتوا بتعملوا حاجه في الشارع او ما فيش ما اتعرضتوا لمضايقات او حاجه؟ لا 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 خالص. بالعكس اصلا كانت كل الناس اللي حوالينا كانوا سبورتيف جدا، وكان الجيران بينزلوا معانا ويقفوا معانا، وما كان ما حصلناش بصراحه اي مشكله خالص في الشارع يعني. بداتوا الاول بالاثنين بالحاجتين؟ لا بدانا بالبطاطا الاول باي بايك، وبعد كده بقى عملنا الاكستنشن بقى بتاع اليونيكورن ده، اللي هو اليونيكورن الحاجه الماجيك اللي بيكله بالالوان الكونسيبت بقى الاكل كله بالالوان. اكل كله بالالوان بالظبط، كلها الوان طبيعيه. كلها الوان طبيعيه بالظبط. طب ايه حكايه البطاطا بقى؟ البطاطا هي قصه كبيره قوي، علشان اصلا اول حاجه الشارع عامه البيع متجول مشهور ببطاطا في مصر. تمام. لاسباب كتير بقى ابتدينا ان احنا نركز فيها، لان بطاطا هنا كزراعتها في مصر من اكتر البلاد الطينيه اللي تنفع تزرع فيها بطاطا، وفي نفس الوقت سعرها رخيص جدا وفوائدها كبيره جدا. فكنا عايزين في الاول نعمل بروجكت مشروع نبتدي بيه حاجه جانبيه يعني، فابتدينا نركز في حته البيع متجول، واكتشفنا ان هو ذكي جدا، معاه منتج ذكي جدا رخيص مفيد طعمه حلو، وقلنا ان احنا نطوره نعمل بشكل جديد يعني. عملتوا ايه بقى؟ سلقتوا البطاطا مثلا؟ احنا عملناها طبخه في الاخر ان هي بتطلع شكل زي كده. يبقى واحد يقدر ان هو ياكلها بطريقه سهله، بدل ما هي تكون عليها قشر ويقعد ياكلها وهي سخنه وتلحوسه وكده، دي بقت بالمعلقه. بالظبط. يعني المعلقه دي شف وشتا ولا ما هي دي النقطه، ان هي كده كده اصلا الطبيعي بتاعها ان هي شتا بس، فالبيع المتجول حتى بيظهر في شهرين بس في السنه، وبقيه السنه كلها ما بيكونش فيه بطاطا، فاحنا ابتدينا ان احنا نخزن بطاطا ونفرزها ونبتدي نشغلها في بالظبط في الصيف. انه بطاطا بقى اللي هي الصفراء ولا جبل. البيضه؟ هو في ثلاث انواع بطاطا، البيضه والحمراء والجبل. جبل اللي هي انو اللي هي بتبقى خليط ما بين الاثنين. اوكي. بالظبط. دي بتتزرع يعتبر في ارض صحراويه اكتر، ودي مصر متميزه بيها جدا، لدرجه ان احنا بنصدرها اصلا بره كتير جدا. فعلا. بالظبط. والشركات بره عالميه بتعمل منها منتج للاطفال، وبيبتدي ان هو يتسوق بره. ده فعلا الاطفال بقى. بالظبط، لان هي مفيده جدا جدا. سيناء والنيل والحاجات دي. ايوه حاجات زي كده. تبقى زي في الصيف بقى، بيبقى شكلها زي الشتاء يعني، هي بتبقى ايس كريم مثلا في الصيف يعني، هي بتبقى من الثلاجه. هي بيبقى في الصيف بيبقى بنعمل لها حاجتين، يا اما بنعملها في حاجات زي ايس كريم تبقى ساقعه عشان الناس تعرف تاكلها بطريقه سهله، او بتبقى زي دي بس بتبقى ساقعه عشان برضو الواحد ما تسخنوش، لان هي البطاطا اصلا بتسخن الجسم، بتدي طاقه عاليه، فتلاقي الواحد سخن. بعد ما عملته موضوع البطاطا دخلته ده اسمه ايه بقى؟ يونيكورن اند كو. يونيكورن اند كو. ده اللي هو قريب من الوافل مثلا؟ لا، هو فكره اللي هو الحصان ده اللي هو اللي بيبقى كله الوان وماجيك قوي للاطفال وكده، لكن الماده نفسها ده وافل. وفي بقى يعني المنيو كده كده، غير هنا كمان البطاطا احنا زودنا بقى كمان كل الاورينتال فود يعني. معانا كبده وسجق وحواوشي هنا وكفته وكده في العجله اللي هي كمان مع البطاطا. وهنا بقى في الميلك شيك والغزل البنات والوافلز ودونتس يعني، طورنا بقى كل السكشن كذا حاجه. لا احنا بص، واحنا بنتكلم بقى ما تورينا حكايه البطاطا. صح، ده لازم. يعني انا هدوق البطاطا من غير حاجه، انت تدوقها بايه؟ بايس كريم ولا تدوقها ب بموز؟ موز. موز بموز. انا كنت معاك. دوقها بموز. هات موز. هي نوع ازيك؟ نوع فادتني في حته بقى ان احنا طورنا بقى بحاجات المنيو نفسها، لان انا كنت عملنا البطاطا والحمد لله عجبت الناس قوي، وابتدى الناس تطلبنا في ايفنتات في مناسبات. يعني مثلا كده في عيد ميلاد ممكن او في ايفنت. بالظبط. ان هم لا، والفايده اللي فيها كمان بالظبط حاجات صحيه. امهات كتير قوي انبسطت من حته اطفال ما بتاكلش بطاطا او بتخاف منها او يعني كذا طريقه، فالطريقه دي حبوها اكتر بكتير. طبعا طبعا. فبيطلبوا بقى في ايفنتات مثلا، عندهم ايفنتات مثلا في البيت بتبقى برايفت او حاجه، يجيوا بقى بيطلبوا يعني منيو معين وكده، وننزل بقى البطاطا والفرايد. بتعملها على بخار؟ على ميه سخنه؟ ميه سخنه. ممكن اسالك سؤال بعد اذنك؟ ايه؟ الالوان دي من الوان طبيعيه؟ الوان طبيعيه كلها. مش كده؟ لا، الوان طبيعيه عشان اطفال يعني بالذات كمان. موظف من الصحه جاي يسالك يعني. لا، احنا بنتعامل مع الاطفال كلهم، فكله بيبقى طبيعي. بس هي دي بالظبط.
انا بس ده كده بس لسه هظبط لك حاجه. طيب استنى بقى استنى انا هجيب ايوه انا استنى هجيب لك ده مثلا فراوله ده كراميل كراميل ده كراميل امين ايه بقى كمان كراميلا 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 يعني مش لازم الله وين بقى ده سبرينكلز دي يعني زي اللي هي فارماسيه اللي بتكتب بتحط عشان انا ما بفهمش في الحاجات لا انه بالبلد اللي هو حلاوه ملونه شوكولاته حلاوه ملونه حلاوه ملونه عشان انا افش يعني انا نقل وخلاص في قرفه كمان لو بتحب قرفه يا سلام انا بحب القرفه طب احط لك بقى شويه يا سلام ممكن انا برضو القرفه مش اما احط لك الاول اي حاجه ما تعملش لسه طاهر انت هتاخد من هنا بقى انا عايز بطاطا يبقى انت خد من هنا سامع انا عايز بطاطا برضه الله طب والست مش هتاخد من حاجه دلوقتي هناخد بس بعد البطاطا احنا عايزين نقعد من الصبح حلوه قوي لا والله بس كفايه في ممكن نعمل نص شوكولاته ونص كراميل عشان شوكولاته ماشي شوكولاته هي يا موزه شوكولاته هي دي بتبقى زي ما هي كده ولا بتحط عليها حاجات لا بتحط عليها زي نوتيلا بالظبط طلع انا كل حاجه هو ده اللي موجود عندي دلوقتي ده اللي موجود عندي وفي الغزل البنات وهعمل لكم برضو عينه من الميلك شيك ميلك شيك ميلك شيك ميلك شيك ده ميلك شيك هو مانو عندك يعني عرفه هو لسه عليه حاجات كتير هيتعمل بقى هو بتبقى شكل زي الحصان كده بيطلع في الاخر ولونه لبني يعني لونه لبني انا اوعى عليه لونه ابيض الميلك شيك هو احنا حياتي. عندنا بقى انواع مختلفه يعني انا لو انا يعني قالوا لي خد مية واشربها اخاف يعني اقول لك حقق لي مثلا ده لبني شيك لبني شيك في كمان عندنا بيبقى زي جليتر بس بيبقى بيتاكل برضه قولي لي انا ماليش طب هوريك كل حاجه ثانيه قولي لي جليتر قولي لي مش عايز انا ماليش في الليالي سلام انا اجيب لك رغيف انا سالك حلوه قوي ايه رايك؟ لك احلى بطاطا والله يا جماعه الله ينور عليك والله يا جماعه بجد يعني الناس دول عاملين حاجه لطيفه جدا وطعمها لطيف جدا ولا ايه استمر رايك؟ ده اللي قصدي هو الجيتر طب ما تردش عليا ما هو مشغول مشغول حلوه 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 والله حلوه جدا يعني خلنا عنا يعني شويه واتنين معلقه لحد ما اتنين العلبه يعني الراجل الطيب لسه ما اكلش زبور ايه انا عمال اكل انا ده 10 معالي وانا واقف عمال ابص هنا يعني كمان دي اصبر شويه جليتر بس يعني انا البتاع ده قلقني حاسس عارف اللي هي الزماره اللي الصفاره اللي كنا بنجيبها زمان حلوه جدا لو النبي اه والله خد يا لهوي بس انا عايز ادوس بطاطا ما انت يا سيدي هتاكل بطاطا شد شد من الجنب من الجنب شد انا معاك من الجنب عشان انا من الجنب هنا عشان كلها يعني دي ومنديل والله جميله خد منديل والله العظيم خد منديل كمان عشان الاحواس لا وانا عيالي هات يا طارق عيالي لو شافوا اختراع زينا مش هيعود هيقعدوا ياكلوه لا كل يوم كل يوم هيبقى فوق عليك كل يوم نروح عنده انتوا موجودين في مصر الجديده؟ احنا دلوقتي بنتنقل في مناسبات وبنبقى جنبي ايه ده اكتوبر؟ جنبي لا بنروح مناسبات بس اكتوبر طب ما تعملوا الراجل الطيب ما تعملوا على طول اوبا ده بايس كريم طب احنا هنا هنعمل ايه طب احنا انتوا حاليا في مصر الجديده؟ انا عايز اكل في مصر انا بقالي ساعه مستني البطاطا في الاخر بجد عاملين حاجه جميله قوي ومشروع انا هاخدها منك على طول نشيل عاملين حاجة جميلة ومشروع جميل يا ريس وبالتوفيق بجد دي بيبقى ثمنها بكام؟ دي 25 وعليها إقبال لا عليها إقبال الأطفال أصلا حاولي سويت هنا قدام العربية والله حاولي إن إحنا هنا في الساعة شوية هي عشان الحكاية دي إحنا أول لما ابتدينا الموضوع من 3 سنين ما كانش بقى في عربيات في الشارع موجوده فكنا اول عربيه نزلنا في الشارع وعملنا حاجه زي كده ناس هجمت وناس بقت معه ومن يعني بقى في لان اول مره كده قصدنا ان احنا ناخد حالات موجوده عادي زي عربيه تبيع اللي بيلف لان هو ده صاحب الفكره الاصلي يعتبر ابتدينا نطوره نعمل له حاجات نقعد معاه نشوف ايه هو اللي محتاجه وابتدينا ان احنا نعمل له عربيات ثانيه ليه هو استنى انا حاسس ان سليمان بياكل العلبه نفسها بس ما شاء الله على فكره ملهاش طعم
عايز واحده تانية من المطعم؟ خد دي، خد من دي، خد من البتاع الملونه الحلوه دي. لا 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 خد خد قطمه دي هتعجبك قوي. بلاستيك يا راجل. ما بيتنقلش ناعم سليمان. واحده بس مش كله؟ انا هعملها كله. بس بجد عاملين حاجه جميله قوي يا احمد، يعني برافو عليكم. تعالى يا سليمان نقعد هنا اهو كده اهو ونكمل كلامنا، لان بجد يا جماعه انا بشكركم على الحاجات الجميله اللي انتم عاملينها والله. شرفتونا. ميرسي ميرسي يا جماعه. يعني من اجمل الحاجات انك انت تشوف شباب عاملين مشروع يعني بجد حاجه مشرفه وحاجه جميله وممتعه بالنسبه للاطفال وللكبار. يعني يمكن من فتره كنت قريت على حد كان عامل مشروع زي بتاع البطاطا ده، بيعمله ازاي وبيحطه في بول عامله ايه وعليه شوكولاته او ايس كريم او اي حاجه، وبيكسب من المشروع ده بشكل كويس، وابتدى ينزل ده على الفيسبوك. فتلاقي بعض التعليقات ناس بتشجع وناس اللي هي ضد، يقول لك ايه يعني انا اخدت شهاده وبعد ما اخد الشهاده ابقى بتاع بطاطا. فيعني الجمله نفسها جمله عجيبه من واحد عمره ما ينجح ولا عمره يحب الخير لغيره. يعني اشتغل اشتغل، خلي معاك الشهاده واقعد اقعد في البيت. اوكي خلي الشهاده وعلقها وبروزها. انت ممكن ما يبقاش معاك فلوس تبروزها اساسا. الرزق اساسا بيحب ايه؟ الخفيه. الخفيه، وتشتغل هنا وتشتغل هنا وتشتغل هنا، انت بتعمل حاجه شريفه ايا كان. انا بشتغل ايه؟ صح ولا ايه؟ فعلا والله يا ريس. يعني احنا مشكلتنا دلوقتي ان احنا لما نيجي نقول مثلا ايه؟ اشتغل اشتغل سباك او نقاش او نجار او حلاق او نقاش. يعني هو العيب انك تبقى قاعد عاطل. نعيب؟ لا طبعا مش عيب. قلنا يعني معظمنا قلنا اشتغلنا واحنا صغيرين اشتغلنا. في حين ان هو لو سافر بره مصر ممكن يمسح صحون وممكن يشتغل في نظافه ايه وممكن يعمل ايه، لكن في بلده يقول لك لا وفي جيبه 10 جنيه قاعد على القهوه رجل على رجل، واول ما يجي له حد اتفضل تشرب ايه وبتاع. يا عم هي قلطه وخلاص. ما هو المشكله ان احنا مهمشين المهن دي برضه. يعني احنا بنتعامل مع المهنه دي ان المهنه دي عيب. ايوه. مع ان انت مش هينفع تعيش من غير مقوم، مش هينفع. لا هي مش مساله عيب، بس هو بره مش عيب وجوه عيب. ليه بقى؟ لانه جوه يهمه المنظره، الرسم على وحتى المنظر يعني. حتى المنظره بتتمنظر على ايه؟ على الشغل. ما الشغل في حد ذاته ده شيء مشرف. عارف الغلط ايه؟ انك بجد تبقى عاطل. ايوه. اقول لك حاجه من ضمن الشغلانات اللي اشتغلتها، كنت مسؤول عن كافيه. يعني انا اشتغلت مسؤول عن كافيه. كافيه يعني قهوه. كافيه قهوه. اوكي. نسيت اللغه يا ريس. ايوه ايوه صح. كافيه كافيه. ف من ضمن الحاجات اللي واجهني انا وانا ماسك المكان الصنايعي اللي بيشتغل. كل يوم الصنايعي بيتغير، يوميا الصنايعي بيتغير. اللي ماسك الكوفيه. اللي بيعمل مشاريب. يشتغل يوم ياخد يوم ياخد حسابه. ما يجيش تاني يوم. يوم ما يجيش عشان معاه قرشين. اول ما يخلص الفلوس يجي لك تاني. ما اقول لك حاجه، دي برضو عيب عندنا في الناس اللي بيشتغلوا في بعض المهن. اول ما تلاقي معاه فلوس والقرش جري في ايده ياخد اجازه لغايه لغايه ما يخلص الفلوس ويرجع لك تاني. يصرف ينقي القرشين ويرجع تاني يشتغل. ويا ريته لما بيرجع يشتغل بيشتغل، هو بيبقى فرحان انه زوغ ساعه. هي دي الحاجات اللي هو هيبقى شاطر فيها. انا هفاجئك دلوقتي باني هسال سليمان سؤال صعب. سليمان كان نفسك تطلع ايه؟ انا؟ مهندس. مهندس؟ هل دخلت هندسه؟ لا. امال تطلع مهندس ازاي؟ جايب درجات النهايه في الرياضيات في الثانويه العامه، بس اللي سقطني بقى الانجليزي والعربي. انت سقطت في الثانويه العامه؟ مش سقطني، سوري، اللي قلل المجموع. الانجليزي والعربي؟ الانجليزي والعربي. يعني النحو انا كنت في التشكيل والحاجات دي، بس يعني بعد انت كده. اسباني ولا ايه؟ مش فاهم. لا كانت درجات يا دوب على النجاح بس. فما دخلتش هندسه، دخلت تجاره القاهره.
ده طبعا احنا بنشكر الظروف وبنشكر ربنا طبعا وفي الاول والاخر لان الحمد لله رب العالمين مباني مصر بخير والطرق والكباري بقى زي الفل. تخيل لو ده كله سليمان كان دخل لهم. لا لا كل سنة سلسان زي مش معماري كمان كل سنة سلسان. لا كنت شاطر في الميكانيكا والاستاتيكا والديناميكا والحاجات دي. اه الحمد لله برضه ميكانيكا عربيات مصر كلها تخش في الحيطه طبعا. ده انا في ماده اسمها فراغيه. الحمد لله ان سليمان ساب الفراغيه. كنت والله كنت بألف مسائل ويبقى ما يعرفوش يحلوها ملاش حل ساعات. ما لانها مساله مجنونه. مساله جايه من العبث. من العبث. ومين اللي هيعرف يحلها؟ عايز واحد يكون نفس تفكيرك يا سليمان. بس سبحان الله بقى دخلت تجاره القاهره اول مره اتعرف بالفن في تجاره القاهره. انت مش خريج حقوق؟ لا تجاره القاهره. تجاره القاهره. ما دخلش حقوق. فكان لواحد صاحبي بيطلع يسيبني محمد عبد الوهاب. كان معانا باريزه سوا بنروح بيها نروح وباريزه نرجع. محمد عبد الوهاب اللي سافر امريكا وقعد بقى فتره طويله هناك. فانا لما ايه عايز اروح هو معاه باريزه بس صحيحه وبنرجع باتوبيس واحد. فيقول لي تعالى نطلع فوق. اقول له لا فنفك الباريزه ونروح. فمره قلت له مش هنفك انا عايز اطلع فوق. نطلع فوق فين؟ اللي هو المسرح. اول مره اشوف مسرح. فكنت فاكره حتى قاعه حفلات يعني مش يعني افراح وبتاع. فقعدت بقى مثلت لقيت الحكايه الجمهور بقى لكن كان طموحك تبقى ممثل من زمان؟ لا. امال ايه؟ مهندس. 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 والحمد لله التمثيل ده بقى جه لقيت بقى الناس بتقول لي لازم تخش تمثيل. قلت تخش يعني. فعملت 27 مسرحيه في 5 سنين تقريبا. 27 مسرحيه. بس معظمها وان اكتات يعني كان في حاجه اسمها وان اكت. مسرحيه فصل واحد. كتير بقى. يعني قصدي يقول لك عايز من النهايه يعني الملخص اللي انا فهمته. طبعا ربنا نجى الهندسه وبلد فن وبلد تمثيل. بس يعني يعني نقول لقيت من الاشاط يا سامو. طبعا كل لقيقي. بص طاهر انا هقول لك علاقتي بسليمان بدات ازاي. لان بدات بخناقه وانا ضربته. ايه الحكايه دي؟ ما هقولها لك بعد التسجيل. يعني ايه هدد؟ لا ده من زمان قوي. زمان قوي. ايام التهور. ايام التهور وما كنتش اعرفه وكان هو بشعر. شوف انا بدي لك شعر حدوته قديمه قد ايه. الشعر كان يعني اكرت كده وبرده وكان عارف اما بيعمل كان بريش مش بشعر. بيطير. كان بيعمل شعره كده اهو بالشوكه عارف اللي هو الشعر الخشن ده اللي هو كان زي زمان. انا شفتنا صور هنا وهو كده وهو انا رحت قلت له انت سليمان عيد. قال لي مسكته واديته علقه بس ما ينفعش اقول لك سببها ايه. لكن في النهايه احنا بنقول للناس كلهم يا جماعه الشغل ده حاجه محترمه وحاجه بجد. الغير محترم هو اللي قاعد عاطل او مستني والده ياخد المعاش عشان ياخد هو منه مصروفه. طبعا حاجه مش كويسه. ومتهيألي برضه تشجيع الشباب ان هم يشتغلوا في فتره الاجازات دي حاجه كويسه قوي. يعني يمكن برضه بره كلهم عيب قوي ان اي واحد حتى مهما يكون ابوه مليونير انه ما بيبقاش بيشتغل في الاجازه. لا فكره الشغل دي في حد ذاتها والله بيشتغل كويس. بيشتغل في الاجازه وبيشتغل في النواصي. يعني اعرف ناس بيشوفوا على نفسهم بيشتغلوا بعد الظهر يروح المدرسه او يروح الكليه الصبح وبعد الظهر بيشتغل عشان يساعد نفسه. بالظبط. لا انا دول بنشوفهم طول الوقت. وشباب جدعان وشاطرين والواحد بيحترمهم طبعا. وخصوصا كمان اللي بيدرسوا وفي نفس وقت الدراسه بيشتغلوا عشان يقدر يصرف على نفسه. عشان يحاول يجيب الحاجه اللي محتاجها. ده بني ادم محترم. يا طاهر يعني النهارده احنا شفنا اكتر من نموذج اخرهم طبعا احمد والمدام. يعني صراحه عاملين مشروع جميل قوي. وشفنا الناس اللي كانوا عاملين المشروع بتاع اللي مشرفنا في خارج مصر وجوه مصر بتاع الاجندات والهدايا والحاجات اللي بتتعمل زي نحت او كده او كتابة بحروف معينة يعني بحروف عربية. وشفنا الراجل اللي عامل الأصوات وبيتكلم من بطنه وبيتكلم أبانوب يعني عامل شغل جميل. أنا أتدرب عليها. وشفنا عبد الرحمن بن سليمان كمان إن عنده موهبة في الغنى. كل دول بيسعوا كل دول بيحاولوا كل دول بيشتغلوا. وكمان عبد الرحمن بيشتغل يعني ده برضو حاجة مشرفة وجميلة. ربنا يبارك لك فيها سليمان. دورتنا يا طاهر وربنا يكرمك.
وسليمان برضو حبيبي. يعني وسلامنا لعبد الرحمن وما شاء الله ربنا يكرمه ويبقى مطرب جامد يا رب. آه ان شاء الله. تمام. وانت ربنا يكرمك بقى في التمثيل يا ابني. انت ما تعرفش، انا فاكر انت الراجل اللي قابلني مره من 10 سنين قال لك انت هتمثل باين. لا شاف شافك انت وشاف السقه وشاف رزق فسلم عليك الاستاذ اشرف عبد الباقي، استاذ احمد رزق، استاذ احمد السقه. وجينا ناحيه انا وكان لسه طالع بالجلوكوز وتعبان، سابني ومشي ما قاليش حاجه. فرجع مسك كده شد حيلك شويه. ايوه صح، شد حيلك بقى يا سليمان عشان اقول لك يا فلان. وانا بايده طبعا وبقول لك شد حيلك يا سليمان. والله والله شد حيلك يا ابني. وبقول لكل المشاهدين نتقابل ان شاء الله والثلاث الجاي وحلقه جديده من قهوه اشرف.